يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عند تعيين إمام مسجد تطلب إدارة المسجد منه إحضار موافقة، يقول عند تعيين إمام المسجد تطلب إدارة المسجد أو إدارة المساجد إحضار موافقة جمع من جماعة المسجد. السؤال: هل يجوز لمن لا يعرف حال هذا الشخص أن يوقع بالموافقة، وهل هذه تكون تزكية؟ لا ما يجوز، هذه تزكية، لا يجوز له يوقع إلا إذا كان يعرف الشخص وأنه يصلح للمسجد ويصلح للإمامة. نعم.